السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من مدونة أمين بالله، وهذه هي الحلقة الثانية التي أقدمها لكم. وأريد أن أشرح لكم في هذه الحلقة كيفية تسريع جميع إصدارات الويندو من ويندو 8 ويندو 7 ويندو إكس بي إلى آخره. الطريقة جد سهلة، ما يجب عليك فقط تحميل برنامج سايني ثم تثبيته، وبعد ذلك سأريكم طريقة كيف العمل به. نبدأ أولا بسم الله الرحمن الرحيم بدخول إلى متصفح جوجل كروم. ستجدون الرابط أسفل هذا الفيديو، أكرر، ستجدون الرابط أسفل هذا الفيديو. وبعد ذلك بعد إدخال الرابط تنتظرون 5 ثواني إلى أن يتم العد التنازلي، ثم تضغطون على باسر. بعد ذلك تطلع لكم الصفحة الرئيسية لموقع صيني برنامج صيني، ثم تضغطون على داونلود. بعد ذلك تعيدون الضغط مرة ثانية على داونلود وسيتم التحميل الآن. كما تلاحظون التحميل سريع جد جدا، تظهرون برنامج. بالنسبة لمتصفح جوجل كوم فيمكنكم إزالته لأن دوره قد انتهى، وتعودون إلى برنامج سايني وتضغطون على اكسيتر. وي هذا هو برنامج هذا هو برنامج هذا هو برنامج التحميل. تضغطون على نيكست، ثم جابت دي اجرت توافقون على شروطهم، ثم تضغطون على نيكست. تعيدون مكرر نيكست نيكست نيكست، ثم تضغطون على انستالير. وقد تم تثبيته على حاسوبك. بعد ذلك تضغط على فينيش. وي كما ستلاحظون سيطلع كما تلاحظون هذا هو برنامج صيني والذي به يمكنكم تخفيف أو تسريع ويندوز خاص بكم. كما تلاحظ الصف اوبتمايزيشن، هذه تعني التعطيل الأغلبي، ليس جميع البرامج التي بلا فائدة بل معظمها وأغلبها. أما بالنسبة ماكسيمو اوبتمايزيشن تعني تعطيل جميع البرامج التي بلا فائدة، أما ديفو سانتينج فتعني إعادة الأمور كما كانت في أولها. سنبدأ بصف اوبتمايزيشن تعطيل الأغلبية تعطيل أغلبية البرامج التي بلا فائدة. تضغطون عليها ثم تضغطون على اوبتيميز كما موجودة هنا. بعد الضغط تنتظرون قليلا إلى وتطلع لكم هذه علبة الحوار فيها جميع البرامج التي تريدون تعطيلها، ثم تضغطون على ابيلي شانجر. تنتظرون قليلا. كما تلاحظون العملية سهلة جدا، لا تتطلب ذكاء خارق او مثل هذا القبيل. ثم تضغطون على كلوس بعد ملء جميع الخانة. هذه بالنسبة لتعطيل أغلبية البرامج التي بلا فائدة. أما بالنسبة لجميع البرامج التي بلا فائدة، وأنصحك بعدم استعمالها إذا كنت مبرمج حاسوب عادي. سأريكم طريقة كيف لتعطيل جميع البرامج التي بلا فائدة. تضغطون على Maximum Optimization ثم تضغطون على Optimize. تنتظرون قليلا تطلع كي تطلع علبة حوار.
بعد ذلك تضغطون على ابيلي شانجر. كما تلاحظون يتم تعطيل جميع البرامج التي بلا فائدة، ثم تضغطون على كلوس. بالنسبة للديفو ساتينج، إذا لاحظت عطل في لم تعجبك هذه الطريقة وأردت أن ترجع الأمور كما كانت في سابقها، ما يجب عليك فقط اضغط على ديفو ساتينج ثم تضغطون على اوبتيزيميشن اوبتيميز عفوا. تنتظرون كذلك لتطلع البث، ثم تضغطون على ابيلي شانجي. طريقة جد سهلة، لا تحتاج وقت ولا تحتاج أي شيء آخر. هذه بالنسبة للتعطيل الأوتوماتيكي. أما بالنسبة للتعطيل اليدوي، تريد أن تعطل أنت أي برنامج لا تحتاجه، فقط تختار البرنامج الذي تريد تعطيله. مثلا نختار هذا البرنامج، ثم تضغط على Edit، ثم Set to Automatic، عمل برمجة أوتوماتيكية، تشغيل أوتوماتيكي، Set Manual، تشغيل يدوي، Set Disable، تعطيل عدم تشغيل. نضغط على Set Manual، ثم لن يبقى يشتغل بحالة أوتوماتيكية، فقط بحالة يدوية. وقد انتهى، وقد أصدقائي لقد انتهى درس اليوم، وأستودعكم الله في حلقة جديدة، ولا تنسوا زيارتنا على ميدوانة لمزيد من المعلومات. لا تنسوا زيارتنا على مدونة أمين بالله .wordpress.com أو عبر اليوتيوب بالضغط على اشتراك أسفل هذا الفيديو، أو ملاحقتنا عبر www.youtube.com/day-amin-billah أو عبر الإيميل stephen30@gmail.com. ستجدون كل هذه الروابط أسفل هذا الفيديو. واستودعكم الله في حلقة جديدة إن شاء الله.